نعيشوا حكومة فضائح بامتياز باش ما نزيدش نطول في هذا المسلسل اللي انتم عارفينه عبر وسائل الإعلام. وآخر فضيحة هي اللي غنتكلموا عليها هي ديال استحقاقات 14 تنبير 2015. أولا هذه الحكومة منذ نهاية 2012 كانت القوانين مشاريع قوانين جاهزة، ولكن الحكومة دائما في طريقتها ديال الخطاب ازدواجية الخطاب مع الشعب، الخطاب داخل الحكومة بخطاب تقول أن المعارضة هي اللي طلبت خير الانتخابات اللي كانت غتكون انتخابات سابقة لأولها سنة 2013. من 2013 حتى 2015 حكومة ما جابت ولا مشروع قانون تيهم استحقاقات انتخابية، إذا معنى ذلك أنها تؤكد على أنها هي سبب اليوم. اليوم القوانين جات بواحد السرعة، يعني ما يمكنش نقول إلا السرعة ديال إما عويطة وإما القروش أيام الصولة ديالهم في المجال الرياضي. علاش؟ لأن بدات مشاريع قوانين نقاش في البرلمان مر بواحد السرعة خطيرة جدا، لأن رئيس الحكومة جاء في إجابة على سؤال في البرلمان وعطى واحد التاريخ ديال يونيو 2015 في البداية دي. بدون ما يدرس التاريخ، بدون ما يعرف المشاريع قوانين في وصلات، بدون ما يعرف الإكراهات اللي كاينة في يونيو، حنا بالنسبة إلينا كمعارضة انضبطنا وقلنا لا نرى ما جاء يونيو، جا ماي، مازال ما جاب ولا مشروع قانون لجنة داخلية البنية التحتية باش ترسم ولا مشروع قانون. أخر الانتخابات الأربعة شو تبدأ؟ قلنا أمين. اليوم المغرب برمته في ورطة، في ورطة لأنه العالم غادي يتحكم علينا إلا ما استطعناش ننظموا الاستحقاقات ديالنا الجماعية في 4 شتنبير 2015. حنا في لقاء مؤخرا يوم أمس مع اللجنة اللي هي منظمة الدستور المغربي اليوم تيعطي الرئاسة السياسية الفعلية اليوم رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو اللي تيشرف على العملية الانتخابية. أول عملية نظموها اللي هي العملية ديال اللجان الثنائية ديال النقابات، أول عملية وأول محطة في تاريخ هذه الحكومة فشلات في هذه الحكومة. الجميع يقر والجميع عنده شكوك في النتائج ديال الانتخابات ديال العمانية وضمو الطرفين، يعني حكومة ما حضرتش النقابات في اللجان المحلية، ما حضرتش النقابات في اللجنة المركزية، حكومة الأجل اللي عطات باش تعطي فيه النتائج مدداته لمحاولات باش تدخل النقابة المنتمية حزب العدالة والتنمية باش توصلها للعتبة اللي ما كانتش عندها قبل 3 أيام من يوم الإعلان عن النتائج. إذا هاد التلاعب جعل اليوم الجميع تيطعن في هاد النتائج. النقطة الخطيرة اليوم عند هاد الحكومة هي لحد اليوم قرارات ديال الحكومة اللي خاصها تصدر في الجريدة الرسمية واللي تتحدد حدود كل جماعة قروية وحضارية، لحد اليوم مازال ما صدروا في الجريدة الرسمية. هذا شو تيعطينا؟ هذا الأمر لوحده تيعطينا انتخابات مطعون فيها من البداية، لأن يعني تبعتوا ما عشناه على مستوى مدينة فاس وتقطيع ترابي مدينة فاس واستغلال هذا الأمر اللي هو من واجبات الحكومة من طرف رئيس الحكومة، وبدا في كل لقاء ديالو تيهلل هدية ديال 500 طار حميد شباب هدية، في حين أنه تقسيم بين جماعة فاس والجماعة المجاورة اللي هي ولاد طيب وعين شقف وعين قنصرة وبعض الجماعات الأخرى. اليوم ما بغيناش هادشي يتكرر، بغينا اليوم انتخابات 14 تنبير تكون الحكومة قامت بهذا الواجب ديالها، لأن كان تقطيع 2003 كاين تقطيع 2009 اليوم كاين تقطيع جديد. بعض الجماعات اللي حسها الحكومة مازال ما قدراتش باش تخرج القرارات والمراسيم ديال التقطيع في الجرائد الرسمية باش نكونوا معفيين من أي
كل جماعه تحملوا المسؤوليه فيها اي حزب، احزاب اخرى ستقدم الطعون ديالها، والطعون تنقول لكم مربوحه من الان. معنى هذا ان غادي نخسروا المال العام، غادي نخسروا المجهود، غادي نخسروا العطله للناس، غادي نضيعوا على الناس رمضان ديالهم وتماره والمشاكل، دخول مدرسي، العيد الكبير، والنتيجه انه كل الدوائر ستعاد. الخطا القاتله ديال الحكومه دائما رئيس الحكومه تمشي للتلفزيون او على القواعد ديالو تقول ان هذه المعارضه معارضه ضعيفه. اليوم المعارضه هي اللي تستقر هذه الحكومه، وتنعتبر راسنا حبا في الوطن اننا حنا الحكومه الحقيقيه، الحكومه هي المعارضه. لاننا ما بغيناش نخليو الحكومه حتى نشوف هذا المسلسل وعاد تبدا الطعون وعاد العالم يضحك علينا، وخصوصا الاعداء اللي تيترقصوا بنا في القضيه الوطنيه. الجزائر اللي غادي في الفلك ديالها تيقولوا ان هذه البلاد حتى هي ما عندهاش اللي تسير مع كامل الناس. رئيس الحكومه عوض ما يمشي ويهيئ القوانين ديالو ويضبط مسائله ويهيئ انتخابات باش تكون فيها المشاركه، اولا المشاركه تكون انتخابات نزيهه، تكون لكلمه الشعب، السياده للشعب. ولكن هو رجل جالس وقابض داك الميكرو وخدام تيتعاين مع الشعب، مع المعطلين، مع الاحزاب الوطنيه، مع المعارضه، مع النقابات، مع المستثمرين، مع الحزب ديالو، مع راسو، مع سوسو، ومع شوشو. هذه هي قدرته، هذه هي